بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هي مواضيع صغيره خالص اللي هناخدها في الاوفر، هم دول بس بتاع 11 12 موضوع. اوكي، الاوفر از وقت ما ندور عليهم، ندور عليهم اون ايتش سايد اوف هيليوتروس. الدكتور اللي كانت بتسال، هم فيهم سام سورت اوف موبيليتي، ممكن يتحركوا اندر بروب، وده فيه ميزه. تمام، لما يبقى فيه ماس اد نكسل، تمام، اقدر بالمانيبيليشن بتاع الترانس فاجينال احدد دي اوف اوفيريان ولا نون اوفيريان اوريجين. تمام، عن طريق الموبيليتي دي، ودور عليها يا اما الونج البرود ليجمنت يا اما انتيرير ليل انترنال ايلياك فيسلز. البلاد سبلاي بتاعها بيجي لها من اثنين، من الاوفيريان ومن اليوتراين. الاوفيريان ده اللي هو طالع دايركت منين؟ من الاورطه. واليوتراين طالع منين؟ الانتيرو ترانك بتاع الانترنال ايليا. بالظبط كده، تمام. فعندنا الستبس اللي بنجيب بيها الاوفري اللي احنا قلناها في الاول خالص. ادخل الاول بالترانس فاجينال ال اس، اجيب الساجيتال بتاع اليوترس، بعد كده اجيب التي اس، بعد كده اعمل سكان في التي اس لغايه لما الاقي البرود ليجمنت، بعد كده اقوم داخل في اللاترال فورنكس جبنا الاوفري، سواء بقى along البرود ليجمنت او along الانترنال ايلياك فيسلز. فدول الاثنين لاند ماركس بتوعنا، البرود ليجمنت الانترنال ايلياك فيسلز. تمام، التشنجز اللي بتحصل في المينسترال سايكل في الجزء الاولاني هيطلع من 10 ل 12 فوليكل صغيره، واحده منهم هتبير دومينيت لغايه التايم اوف اوفيوليشن، تمام، اسمها الماتيور جريفين فوليكل. بعد كده هيحصل لها رابتشر، تمام، وهتعمل لنا او هتحول الى كوربس لوتيم. لغايه دلوقتي انا ما بتكلمش على سيستس. طيب، لا، في الجزء الاولاني اسمها فوليكل، في الجزء الثاني دوره اسمها كوربس لوتيم. لو عدت 25 ملي وذر في النص ده او في النص ده، وفي بعض الكتب كاتبه 3 سنتي، هيبقى اسمها سيست. تمام، في النص الاولاني يبقى اسمها فوليكولار سيست اتس فانكشنال، في النص الثاني يبقى اسمها ليوتيل سيست اتس فانكشنال. يبقى انا عندي تو تايبس اوف فانكشنال سيست، الفوليكولار والليوتيل. تمام، دي الفيرست هاف ودي السكند هاف. ان جنرال، تمام، ما بسميهاش سيست طول ما هي تحت 25 ملي، في كتب قايله 30. تمام، بعد المينوبوز ممكن الاقي شويه فوليكلز ممكن، لكن كلها تحت ال 10 ملي، كلها تحت السنتي. لو لقينا واحده اكتر من كده بنسميها سيست ساعتها. تمام، هتنيد ايه؟ فولو اب، الا لو كانت لارج هتحتاج ريموفل. تمام، وقلنا ايه المناظر بتاعتنا؟ فوليكل تبدا تكبر، تمام، بعد كده هترابشر وتتحول الى كوربس لوتيم، ده لو حصل بريجنسي. اوكي، فالمنظر ده عندنا نورمال اوفري، فيها شويه فوليكلز كده، السايز بتاعها اقل من 4 سنتي في كل الدايمنشنز. يعني لو في دايمنشن عدى مثلا 4، خلاص الاثنين التانيين ما يعدوش 4. اشمعنى؟ احنا ما بنقيس السايز، احنا بنقيس فوليوم. انا عايز الفوليوم بتاع الاوفري يبقى اقل من 10 سي سي. تمام، دي كده شكل نورمال اوفري في الريبرودكتيف ايج. دي كده، نعم، الفوليوم ازاي؟ اي ستراكشر لو عايز اجيب فيه الفوليوم بقيس في صورتين، صوره بجيب التي اس وصوره بجيب ال اس. وانا في الصوره التي اس، ولتكن مثلا الصوره دي، بقيس الترانزفيرس وقيس الانتروبوستير. وانا في الصوره ال اس بجيب الكرينيو كودل اللي هي فروم سوبيريور تو انفيرير. تمام كده، يبقى الانتروبوستيرور هقيسه مره واحده، لان لو قست ده من قدام لورا وقست ده من قدام لورا، انا كده قايس نفس الدايمنشن. تمام، فانا صوره بقيس فيها الانتروبوستير والترانزفيرس، وصوره تانية بقيس فيها ال اس كده، واقوم طبعا ادوس على زرار اسمه فوليوم. الجهاز بعد الثلاث قياسات دي هيقوم قايل لي الفوليوم بتاعها مثلا 8 سي سي 9 سي سي. كل الاجهزه فيها فوليوم، لا اطمن، كل الاجهزه فيها فوليوم حتى الصغيره، لان ابسط حاجه البلبي ادومين فيها بروستيت او يورين بلادر، دول فوليوم. تمام، لو بصينا على واحده من الفوليكلز دي كبرت، هتبقى عاملاني دوميننت فوليكل قبل ما يقيس، هتبقى دي الدوميننت فوليكل. تمام، نفس الكلام، دي طريقه القياس بتاعتنا. باجي في التي اس واقوم قايس ترانزفيرس وانتروبستيرو، والال اس بقيس الكرينيو كودل، ويطلع لي ايه الفوليوم بتاعها. هنا الثلاثه دايمنشن يبقى طبعا بزاويه، يعني ما فيش مشكله. هي بس حاول الونج الاكسس، يعني الاوفري مثلا الطول بتاعها جاي كده، خلاص نقيسه كده. تمام، اهم حاجه ان الانتروبوستيريور ما يتقاس مرتين، خلاص اللي من هنا لهنا ده الانتروبوستيريور، ما نقيسه في صوره واحده بس. نعم، بص حضرتك، الانتروبوستيريور ده سواء هنا او هنا هنقيسه في واحد، وهنا هقيس من هنا لهنا، وهنا من هنا لهنا،
ده مثلا تي اس وده ال اس او العكس ده ال اس وده تي اس خلاص واحد فيهم اترانسفيرس والتاني هيبقى كرينيو كودال حسب انا حاطط ايه البروب ازاي تمام النورمال فوليوم اقل من 10 سي سي طبعا التشنجز اللي بتحصل مع الاوفري قلنا معاها ايه اندوميتريوم وقلنا في الفوليكولومتري هنقيس الحاجتين الفوليكل لازم تعدي 17 المتوسط 17 ملي الاندوميتريا ثيكنس لازم يعدي 7 ملي ونخلي بالنا من نقطه اسمه فوليكولومتري تمام انا بعمل فولو اب للجروينج فوليكل مش مره واحده بيجي لنا يطلب منا ترانسفيرجنال فور فوليكولومتري لا انت كده طالب ترانسفيرجنال بس انا هكتب لك الاوفري اللي موجوده كذا 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 يعني السيتويشن اللي موجود فوليكولومتري انا بتابع الاوفيوليشن او بتابع تمام بتابع الجروينج فوليكل هي مثلا كانت عند اليوم العاشر قايسه 12 ملي اقول لها تعالي بعد 3 ايام مثلا عند يوم ال 13 قاست 14 ملي تعالي بعد 3 ايام مش شرط يا جماعه الاوفيوليشن يبقى عند اليوم ايه ال 14 في الناس البي سي او هتتاخر اخر معاها في ناس هتقول لك الفوليكولومتري عند 9 يوم و11 و13 لا حسب الجروينج فوليكل ما انا ممكن واحده تجيلي عند اليوم ال 12 ولاقي الفوليكل 18 ملي خلاص اكتب الريبورت بتاعك تمام وابعتها للكلينيشن وقت ما كده الكلينيشن بيقوم عامل ايه اندكشن اوفيليشن بيقوم مديها ماتيريال معينه بتقوم عامل ايه الاوفيليشن او عامل بعد 3 ايام عامل اسسمنت الاوفري دي فرقعت ولا لا حصل الريجولاريتي للوول بتاعها السايز بتاعها شرينكت حصل شويه فلويد حواليها يبقى فعلا في اوفيوليشن الموضوع ايه شغال ولا كملت جروث وتحولت من فوليكل الى سيست تمام ساعات هنسميه هايبر ماتيور فوليكل ومش عارف ايه دي برده مهمه للكلينيش يبقى ايفن حتى لو طلعت ان دي ماتيور فوليكل تمام اعمل لها برده فولو اب شوف اوفيوليشن حصلت ولا لا تمام واحنا اللي بنحدد بقى تيجي امتى تاني اكوردنج الفوليكل وصلت كام الفوليكل تقريبا من ملي ل 2 ملي في اليوم تقريبا بس مع ادويه الاندكشن ممكن تزيد مره واحده يعني ممكن تبقى 12 ملي تعالي بعد 3 ايام الاقيها 18 19 مفيش مشكله مع الاندكشن ممكن نشوف كذا فوليكل حاول نجيب اكبر 2 3 تمام ونقول للكلينيشن ان اكبر 2 مثلا قايسين كذا وكذا ونعمل لهم فولو اب ممكن واحده فيهم توفيوليت والثانيه تكمل تبقى سيست تمام طيب بعد الاوفيوليشن ايه اللي حصل اتكونت لنا السيست دي السيست دي الوول بتاعها ثيك وفيها شويه تربيديتي كده من جوه خلاص ده الكوربس لوتيوم لقينا المنظر ده بعد الاوفيوليشن ايه اللي حصل سيست وفيها سيبتي ومش عارف ايه برضو ده كوربس لوتيوم بس ده اسمه هيموراجيك كوربس لوتيوم هناخده كمان شويه المره دي السيست اختفت ولقيت منظر مكانها حاجه زي سوليد لايك ابييرنس وحواليها كلر جامد كده اسمه رينج اوف فاير مفيش مشكله اتس كوربس لوتيوم يبقى كوربس لوتيوم ممكن يجي بكذا شكل ممكن يجي ثين وول سيست ثيك وول سيست كومبلكس سيست اور ايفن سوليد لايك ابييرنس تمام كوربس لوتيوم يجي بكذا منظر اهم حاجه ما يبقاش فيه انترنال فاسكولاريتي جوه البريفرال مفيش مشكله فيها طيب لو واحده بتاخد اندكشن الاوفيليشن عشان ايه عشان انفيرتيليتي تمام ايه اللي انا متوقع ان انا الاقيه الاستروما هتلاقي صغرت ومينلي ريبليس ب لارج فوليكلز لارج فوليكلز كل فوليكل مثلا 2 سم ولا حاجه 2 سم انا بكلمش انها سيست لكن لما تتحول الاوفري دي الى فيري لارج كل فوليكل منهم بقت 3 4 سم هنتكلم الاوفري كلها على بعضيها هتبقى كام 10 سم 11 سم هتلاقي ارقام كبيره والبيشنت كمان جايه ببين وكمان جايب اسايتس لان بيحصل معاهم الكترولايت ديستربنس تمام اتحول ان اسمها بدل ما هي نورمال ستيميوليتد اوفري دي اسمها ستيميوليتد اوفري لا هتبقى هايبر ستيميوليت تمام انا ساعتها هسميها ايه هايبر ستيميليشن اوفيريان هايبر ستيميليشن سيندروم تمام لكن المنظر ده عادي خالص ستيميوليتد اوفري ده الاوفري اللي اندر اندكشن اكبر واحده مثلا 2 سم 2.2 من 10 وهكذا الاوفري المفروض ما تجيبش أربعة في كل الدايمنشنز طبعا لو فيها سيست ولا حاجه يعني كده انتروبوستيرو ترانسفيرس لا لان بمنتهى البساطه احنا لو ضربنا الثلاثه دايمنشن تمام لو ضربناهم في بعض وكانوا أربعة أربعة في أربعة في 16 في 4 ب 64 على 2 تمام عشان نجيب الفوليوم هيطلع 32 هيطلع رقم كبير جدا تمام لا على 2 هو الفوليوم الثلاثه بنضربهم على 2 في النص يعني ودي قاعده في تشخيص البي سي او البي سي او اول كلمه ليها انلارجمنت تمام الاوفيريان تورشن مع البين الشديد اول حاجه بدور عليها انلارجمنت تمام يعني لو اكتر من 32 لا 10 ملي انا بقول 10 سي سي تمام 10 ملي 10 سي تمام 10 اه
ده الكلام ده لو جبت فوليوم، لكن تمام، هو الجهاز هو اللي هيحسبها لي، لكن انا سبجكتيفلي ما يقيس كل دايمنشن ما يعديش، يعني الثلاثة دايمنشن ما يعدوش اربعة، لو واحد منهم عدى يبقى الاثنين التانيين ما يعدوش. تمام، عشان اخرج من القصه دي، قيسي الفوليوم وخلاص، قيسيه انت والجهاز هيحسبها لك. في البوست مينوبوزال انا ممكن ما اعرفش اجيب الاوفري ده اكسبتد، تمام، فعايز ادور عليه. تمام، ندور على الانترنال الياك فيسلز ونبص على الاستراكشر اللي جنبيه. تمام، بالنسبه للادنكسه، ايه هي الادنكسه؟ زوايد. تمام، هي تبع طبعا انكلودنج برضو الاوفري، وايه تاني؟ الفالوبيا تيوب، وايه تالت؟ الفيسلز، وايه تالت؟ الليمفاتكس، الباراميتريا، كل ده هنسميه ايه؟ الادنكسة، اللي هي عباره عن ايه؟ الحته دي كده اللي هو ايه ده؟ البرود ليجامنت وما حول، كل ده ادنكسة. تمام، دي عندنا واحده فيها ايه؟ فلويد حوالين اليوترس، واليوترس ده جايبينه اصلا ابدومينال فلويد، ده اسمه انتيرو كولديساك، ده بوستيرو كولديساك. فلويد كبير العين عندها اسايتس. تمام، ايه اللي معلق اليوترس يمين وشمال؟ ده البرود ليجامنت. معلومه برضو هنقولها الجانبيه، المنظر ده لو شفناه في بريجننت فيميل وجاي لنا، يعني عندها بوست بريجننت تيست وجايه ببين، اول بوسيبيليتي هتروح ليها ذهني اكتوبيك. تمام، طب لو نون بريجننت وجايه برضو ببين، تمام، ولقيت المنظر ده، شك فيه اخت الاكتوبيك، رابشرد اوفيريان سيست، رابشرد اوفيريان سيست، اللي بيفصل بين الاثنين بوست بريجننت تيست ولا نيجاتيف بريجننت تيست. وغالبا هتلاقي الفلويد كلير في الابدومن كلها، لكن حوالين اليوترس تيربت، حاجه اسمها هيماتوكريت فاليو، يبقى مصدر الهيموريدج حوالين اليوترس. طيب الباثولوجي اللي بتحصل في الاوفرز، اشهر حاجات هتقابلنا في البراكتس تقريبا هنشوفها يوميا، الاوفيريان سيست، الهيموراجيك سيست، اللي بعديهم الانسنس، الشوكليت سيست اللي هي الاندوميتريوما، الديرمويد سيست. تمام، الاربعه دول يعني لازم اكون حافظ المناظر بتاعتهم يعني صم. اسهل واحده فيهم طبعا هي ايه؟ سيمبل. تمام، السيمبل سيست اولا ممكن تكون فانكشنال، اللي هم الاثنين اللي قلناهم فوليكولار وكوربس ليتيل، بس انا ما اعرفش افرق بين الاثنين غير بالتايمنج، لكن انا بالنسبه لي كشكل سيمبل. تمام، كسايز اكتر من 3 سنتي. تمام، اوكي، غالبا مش هيهموني قوي الا لو زادوا قوي في السايز، يعني اكتر من 7 او اكتر من 6. اشمعنى؟ لو زادت قوي بتعمل تقل على الاوفري، ممكن تخلي الاوفريان بيديكل تلف حوالين نفسها، يبقى اللارج سيست اخاف منها لا تعمل ايه؟ اوفريان تورشن. تمام، لو السيست ما بقتش سيمبل، يعني بدات تشوف فيها وول ايريجولاريتي، ميورال، مش عارف ايه، كذا كذا كذا، لا ما بقتش سيمبل، بقت كومبلكس، ابدا اخاف. نخاف نعمل ايه؟ يا فولو اب يا ام ار، حسب الشكل الايه اللي هيخوفنا. تمام، قلنا في البوست مينوبوزال معانا لغايه 1 سنتي مش هنعتبرها ايه سيست، اكتر من كده لا نعمل لها ايه؟ فولو اب. تمام، السونوجرافي بتاعنا، واتس مينينج اوف سيمبل؟ يبقى فيري كلير فلويد، مفيش اي تربيديتي، فيري ثين امبرسبتبل وول، انا تقريبا مش شايف الوول بتاعها. تمام، نو نونو بقى الكلام بتاع دكتور مندوح، نو ميورال نوديول، نو كالسيفيكيشن، وقلنا نو تربيديتي، نو سيبتي، مفيش اي حاجه جواها. تمام، انا مش عارف يعني، تسلم ايدك، تسلم ايدك، كوسه بقى كده. واهم حاجه نو فلو، نو فلو. تمام، يا نو فلو انترنال يا نو فلو في الوول، دي سيمبل. تعال نعد الكرايتيريا بتاعت السيمبل، هي ايه؟ الفلويد فيري كلير، الوول امبرسبتبل، انا مش شايفه تقريبا. تمام، هل في اي حاجه جوه؟ نو تربيديتي، نو ميورال نوديولز، نو كالسيفيكيشن. تمام، وورا السيست بنلاقي الدنيا ابيض من جنبيها، دي اسمها ايه؟ بوستيريور انهانسمنت، يعني في هنا فيري جود ساوند ترانسميشن. طالما الساوند عدى، الالترا ساوند عدت في فلويد، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الحته دي هنا حاجه اسمها بوستيريور انهانسمنت، ده هنا انا احلف ان ده معدي في فلويد، فلما الاقي هنا بوستيريور انهانسمنت او اسمها جود ساوند ترانسميشن، يبقى انا معدي في فلويد ستراكشر. تمام، نفس الكلام، اكتر من 3 ثين وول، نو كلر في الوول، نو نو نو، خلاص سيمبل سيست. حته دي ارتيفاكت، دي مش مشكله، دي ارتيفاكت. هل في اي فاسكولاريتي في الوول بتاعها؟ لا مفيش. ايه اخبار السيست دي، سيمبل ولا لا؟ نيفر، ما تقولش ان ده تيشو من بره ومش، لا دي حاجه جوه، ات از نوت سيمبل. سيمبل يعني كلمه نو بتتحط وحط جنبها اي حاجه،
تمام. دي بقت كومبلكس سيست، فيها سيستك وفيها سوليد، طلعت بعد كده اوفريان كانسر، طلعت زي ما تطلع تمام. ات از نوت سامبل، طلعت كومبلكس، نحاول بقى نحطها في كاتيجوري بعديها تمام. طيب تاني سيست من حيث الانسيدنس، ودي مشهوره قوي قوي قوي، هيموراجيك اوفريان سيست. واتس هيموراجيك اوفريان سيست؟ النورمال فوليكل بتاعتنا بعد ما ترابشر ايه اللي متوقع ان انا اشوفه؟ شويه هيموراج، شويه هيموراج. فاشهر هيموراجيك سيست هي كوربس لوتيم، هيموراجيك كوربس لوتيم. الكوربس لوتيم العادي ممكن اصلا تحت 2 سنتي يعني مش سيست، وتلاقي فيه شويه هيموراج. فهيموراجيك كوربس لوتيم هو اشهر انواع الهيموراجيك سيست تمام. مشكلته انه ايه؟ الهيموراج لو حصل اكيوت هيعمل اكيوت بيلفيك بين، ولو حصل كمان على الرايت سايد العينه هتيجي تشتكي في ايه؟ اكيوت ابنسايتس. ما هتيجي لدكتور استقبال اكيوت ابنسايتس فور الترا ساوند، نعمل ونطلع عينينا وفي الاخر ممكن ما ادورش على الاوفري كدكاتره الاشعه تمام. لا دي اول بوسيبيليتي، اصلا اشهر من الابنسايتس بكتير، ان الاقي كوربس لتيم وفي شويه هيموريدج خلاص على كده. هذا لا يمنع برضو ان انا استبعد الابنسايتس. اوكي المشكله الثانيه ودي اقل حدوثا، ان السيستم ممكن ترابشر انتربريتينيل، تعمل لي هيماتوما حوالين اليوترس، فري انتربريتينيل فلويد تمام، نشك فيه اكتوبيك، مش تشك في رابشر سيس، شك في اكتوبيك. خد بقى الهيستوري بتاعك، اعمل بوست بريجننسي تيست، استبعد الاكتوبيك، استبعدناه يبقى البوسيبيليتي كانت رابشر اوفيريان سيست تمام. السونوجرافي بتاعنا فيري ويل ديفايند، لكن جواها شبكه، جواها مش ورك، جواها ريتيكولار باتر ويب لايك ستراكشرز. الفلويد ممكن يبقى كلير، ممكن يبقى فيه شويه ايكوز تمام. الوول بتاعها ممكن يبقى ثين، ممكن يبقى ثيك. الوول بتاعها فيه فلو، غالبا ما فيهوش فلو، وجواها برضو ما فيهوش فلو. تعال نشوف المنظر ده. نعم الا اذا لو جينا عن الحته دي والحته دي اتس ديسبليست اوفيريان تيشو، ما هو اللي محوطها من الناحيتين ده اوفيريان تيشو فيه فلو، لكن الونج غالبا ما فيش غالبا تمام. فايه المنظر هنا؟ شبكه فاين انترليسنج سيبتيشنز وتربت فلويد ان بتوين. ايه النظام؟ ثيك وول سيستيك ستراكشر، فاين انترليسنج سيبتيشنز، وشويه تربيديتي في الفلويد. الانهانسمنت وراها موجوده ولا لا؟ في فيري جود تمام ساوند ترانسميشن تمام. في شويه فاسكولاريتي. الفاسكولاريتي دي عباره عن ايه؟ الاوفيريان تيشو اللي سراوندنج ات، اهم حاجه جوه. ما هو ده مثلا سيبتم، في فاسكولاريتي ممنوع، ممنوع الاقي سيبتال فاسكولاريتي. دي عباره عن ايه برضو؟ فاين انترليسنج سيبتيشنز، نو فلو في السيبتيشنز تمام. نعمل معاها ايه السيست دي؟ اكتبها واطلب لها فولو اب، ولا اطلب لها مش عارف تتشال، ولا ولا ولا؟ لو تحت 3 سنتي احنا بنكتبها في التقرير وما اكتبهاش في الاوبينيون، يعني مجرد ده ديسكريبشن، دي نورمال فايند. طول ما تحت 3 سنتي مفيش اي مشكله فيها. زادت عن 4 سنتي يعني من 3 ل 4 ده بوردر لاين، زادت عن 4 سنتي نعمل لها ايه؟ فولو اب شويه. فولو اب دي بعد قد ايه؟ من 4 ل 6 ويكس، بنعدي دوره او دوره ونص. ايه المتوقع هيحصل؟ الهيموريدج اللي جواه دي بلاد كلوت، هيحصل ريتراكشن للبلاد كلوت، بنسميها ايفولفنج هيموراجيك سيست، وممكن تختفي تماما. ممكن الكونتنت بدل ما هي كلها بلاد كلوت هتبقى كلها كلير. السايز بدل ما هي 5 6 سم هتلاقيها بقت 2 سم. فالفولو اب من 4 ل 6 اسابيع تمام. الا اذا كانت مثلا 7 سم ولا 8 سم، لا نبعتها للكلينيشن. في الحاله دي ممكن ايه؟ اكيوت بين مش عارف ايه، يخاف لترابشر، يخاف للاكيوت بين ده اصلا يبقى تورشن وانا مش عارف ادياجنوز، ممكن يتجه ساعتها ليه؟ لسيرجري. فايه المنظر اللي عندنا ده؟ البلاد كلوت بدات تريتراكت، بتريتراكت تمام. يبقى نفس المنظر هو هو بتاع الهيموراجيك لكن اون وان سايد، فيبقى منظرها منظرها كده، او اسمها ايه؟ اسمها كومبلكس سيست، بارشالي سوليد بارشالي سيستك تمام. لكن السوليد بارت عباره عن مش ورك، السوليد بارت سموث مارجن، السوليد بارت نو فاسكولاريتي تمام، عشان ده بلاد كلوت. ايوه انا كل ده بتكلم عشان نفرق على التيومر تمام. ايه المنظر هنا؟ ايفولفنج هيموراجيك سيست، سوليد بارت سيستك بارت، السوليد بارت تمام مش ورك، السوليد بارت سموث مارجن، السوليد بارت نو فاسكولاريتي. هتقول لي ما يمكن يا دكتور انت معلي الدوبلر سيتنج بحيث تلقط الفاسكولاريتي العاليه ما تلقطش الفاسكولاريتي القليله، صح؟ ممكن تكون في انترنال فاسكولاريتي قليله، سرعتها قليله وتمس مني. لذلك وانا بظبط الدوبلر بتاع الاوفيريان دوبلر بعمل ايه؟ لو سيت، هنقلل البي ار اف، هنقلل الفيلوستي ايفن لحد 5 سم او 10 سم بير سكند، نزود نقلل الفلتريشن
الوول فلتر بحيث يلقط اي فاسكولار اي فريكوانسي شيفت ضعيفه. تمام. لا مش شرط مش شرط. اوكي على فكره الكالر دوبلر ريسنتلي تمام يقدر يقل لدرجه الباور. تمام. ايه اللي حصل هنا؟ السيست دي مثلا كانت 4 او 5 سنتي، بعد الست اسابيع بقت خلاص يعني ده تقريبا واحد مش شايفها من نورمال اوفري، حصل لها ايه؟ اوفوليوشن. تمام. اختفت خالص. السيست دي مثلا بعد اسبوعين او بعد ثلاثه ايه اللي حصل فيها؟ كانت كومبليتلي سوليد وسيبتيشنز، بقت ايه؟ سوليد بارت وسيستيك بارت، حصل ايه؟ كلوت ريتراكشن. السيست دي ايه راينا؟ كومبلكس ولا لا؟ كومبلكس. تمام. هل دي بلاد كلوت ولا سوفت تيشو؟ احنا حاطين يا جماعه كالر ولا نقطه ولا نقطه. تمام. سموث مش عارف ايه، مفيش اي مشكله. ايه اخبار بقى دي؟ ايوه يعني حد ممكن يقول لي دي بلاد كلوت ولوبيتد ومش عارف ايه، لا 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 لا، في هنا بلاد فاسكولاريت بلاد فلو داخل في وسطيها وفي انر. تمام. فالبلاد فلو مهم، احيانا ممكن اتلخبط في المرحله دي. تمام. هل ده بابيلاري بروجكشن ولا ده كلوت ريتراكشن؟ ليك حق في بعض الاحيان تتلخبط. طب نعمل ايه؟ الهيموراجيك سيست ليها كريتيريا مهمه قوي، تمبورال تشينجز بتشينج ويز تايم. بدل ما لو شك لو متاكد انها هيموراجيك اعمل لها بعد 6 اسابيع فولو اب. طب لو شاكك اعملها بعد اسبوع، هتلاقي المنظر اتغير. بعد اسبوع تاني هتلاقي المنظر اتغير تاني، تحلف انها هيموراجيك. في تمبورال تشينجز، تشينجز مع التايم، لكن التيومر فيكسد. واسبوع ولا اسبوعين مش هتقلب ميتاستاسيس يعني في الاسبوع ده. تمام. اوكي. بس الكالر دوبلر يخلصها. تمام. فدي اتس نوت هيموراجيك، اتس برضو ايه؟ بابيلاري بروجكشن اوفيريان كانسر. يبقى لغايه دلوقتي سيمبل اوفيريان سيست، هيموراجيك اوفيريان سيست، ثالث واحده من حيث الانسيدنس اندوميتريوما، او الاسم الثالث ليها ثاني شوكليت سيست. واتس اندوميتريوزيس؟ اندوميتريوزيس عباره عن اكتوبيك اندوميتريال تيشو موجود بره الاندوميتريوم. في منه نوعين، يا اما انترنال اندوميتريوزيس اللي هو within اليوترس اللي هو within الميوميتريوم، الاسم الثاني له ادينوميوزيس. تمام. يا اما اكسترنال اندوميتريوزيس اللي هو اندوميتريوم بره اليوترس. بره اليوترس حواليه، حواليه دي يعني موجود فين؟ كالديساك، حوالين التيوبس، جوه الاوفري. تمام. لو فيري ويل ديفايند سيستك ستراكشر موجود عباره عن اندوميتريال او اكتوبيك اندوميتريوم بنسميه اندوميتريوما. فاشهر اندوميتريوما هي اللي بتحصل جوه الايه؟ جوه الاوفري، ودي بنسميها شوكليت سيست. تمام. تمام. مشكلتها هي ايه؟ انها بتريسبوند للهرمونز، وبالتالي كل شهر هيحصل لها بليدنج وري بليدنج. تمام. طيب كلينيكالي بين، الاساس عندنا هو البين ايا كان بقى ايه شكل البين، وطبعا ممكن تؤدي لايه؟ انفيرتيليتي. بس نخلي بالنا لو ربشارت او لو حصل ديسيمينيشن اندوميتريوزيس في البلبس، ايه اللي ممكن يحصل؟ بيلفيك ادهيشنز، بيلفيك ادهيشنز كومن. تمام. السونوجرافي بتاعنا ليها كاركترستيك، في منظر لو شفناه عمرنا ما هنغلط، اول ما نشوفه اندوميتريوما وملهاش ديفرنشال كمان. تمام. المنظر ده عباره عن نكسل سيست فيلد ويز هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز، كانها حاجه اسمها جراوند جلاس، ازاز مصنفر. هوريكم المنظر ده. بس لو حصل ري بليدنج ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فريش بلاد مع اولد بلاد، هيحصل عندنا ايه؟ فلويد فلويد ليفل. في مرحله من المراحل البلاد هيحصل له كوجليشن، هيدي ريتيكولار باترن، هتشبه الهيموراجيك سيست. هنتلخبط، ممكن نتلخبط، نعمل لها ايه؟ فولو اب. تمام. الهيموراجيك لازم يحصل لها تيمبورال تشينجز، اما الاندوميتريوما غالبا فيكسد. تمام. اوكي. وممكن طبعا تبقى كومبلكس، نتاكد من ايه؟ الدوبلر عشان استبعد برضو تيومر وكده. ممكن يكون عندنا كذا واحده، ايوه، وبتشاف كتير. اهم حاجه هل في فلو جواها؟ لا، مفيش فلو جواها. حته الفلو على كبسول ممكن. ده المنظر ده كلاسيك كلاسيك، انا حاسس انه سوليد. تمام. لكن لا، ده سيست. بص على الترانسميشن وراه، الدنيا ابيض، يبقى في جود ساوند ترانسميشن، اتس فلويد ستراكشر، لكن كله هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز. كل دي ايكوز، كل دي ايكوز، مفيش مشكله فيها. ايه المنظر ده؟ حتى لو كانت ثيك وولد في ترانسميشن حلو جدا وراها، يبقى ده فلويد ستراكشر هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز، كلاسيك اندوميتريوما، ما بيتغلطش في المنظر ده. المنظر ده كلاسيك اندوميتريوما، ونو انترنال فلو اسمها جراوند جلاس، ونو سيبتيشن، نو ميوريشن، كلام من ايه النظام؟ هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز،
جود ساوند هنا اكسلنت ساوند ترانسميشن. الالترا ساوند في التيشوز اللي بعديها كله ابيض، التيشوز دي كلها مبيضيه، يبقى معديه في ايه؟ فلويد ستراكشر. حته ايكوجينيك فوساي ممكن تلاقيها، ممكن دي من ضمن برضو الكرايتيريا بتاعنا هايبر ايكويك فوساي بس مش كتير. اه المره دي هايبر ايكويك كلمه ايكوجينيك وكلمه هايبر ايكويك الاثنين ممكن يحلوا نفس المحل، لكن ايكوجينيك كترمينولوجي جينيسيس اوف ايكوس اللي بتتقال على الحاجه اللي بتكون ايكوس، حاجه بيضة قوي زي الول، الحاجه اللي تبقى ريفليكشن من الول، ده بنسميه ايكوجينيك تمام. لكن هايبر ايكويك درجه اقل شويه، بس الاثنين يمشوا مع بعض يعني. طيب لغايه دلوقتي دي كانت ايه؟ يونيولوكولار سيست صح، يونيولوكولار سيست. امال ايه السيست دي بقى؟ دي لوحديها هوموجينس لو ليفل ايكوس، امال دي تحس انها كلير تمام. مالتي لوكولار، في هنا لوكيول في الكلاسيك اندومتريوما ولوكيول تاني ما فيهوش تمام، فمالتي لوكولار سيست. لكن دي لوحديها تمشي اندومتريوما ولا لا؟ ايوه هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوس وجود ساوند ترانسميشن. طب ايه اخبار دي؟ ايوه فلويد ليفل، وعيانه جايه دلوقتي بتشتكي بوجع، بصيت على المنظر ده يبقى ده كده ريسنت بلاد مع اولد بلاد، فلويد ليفل غالبا دي اندومتريوم. طب تعال نبص على وراها، ده انهانسمنت جود ساوند ترانسميشن تمام، لو ليفل انترنال ايكوز، شويه وول ولا كبسولار فاسكولايت مفيش مشكله، اهم حاجه جوه مفيش نو انترنال فلو، نو انترنال فلو. ايه بقى المنظر هنا؟ تحس انها برضو جراوند جلاس تمام، ممكن الواحد يغلط فيها لو من غير الدوبلر ويقول عليها اندومتريوما، لكن فيها ايه؟ فيها فاسكولاريتي. احنا مزودين البي ار اف وشكينا، نعمل ايه؟ بلس الدوبلر، اعملي بلس الدوبلر على الحته دي، بس دي خلاص مش مزودين البي ار اف تمام. ايفن حتى مزودين البي ار اف يعني هلقط اللور فيلوسيتي، انت قصدك مزوده الجين، مزودين الجين يعني كلر بليد ممكن يبقى هنا، لكن هنا ما كلر بليد هيبقى اول اوفر تمام، شاكين بلس دوبلر. امال دي ممكن تكون ايه؟ دي مش منظر التيومر اللي هو البابيلاري بروجكشن والكلام من ده، لا ده نوع من التيومرز بيطلع اسمه اندوميتريويد، فيه اصلا اندوميتريال تيشو تمام، وبالتالي شبه الاندو ايه؟ اندوميتريوما، شبيه الاندوميتريوما، اندوميتريويد اوفيريان كانسر تمام. اللي خلصه لنا ايه؟ الكلر، لكن ممكن بالبيموت اغلط تمام، فالكلر مهم. يبقى سامبل اوفيريان سيست، هيموراجيك، ها تشوكليت سيست اللي هي الاندوميتريوما، ثالث واحده فيهم ديرمويد سيست. الاسم الثاني ليها ايه؟ ماتيور سيستيك تيراتوما، لان في عندنا الاماتيور مالجنت تمام. طيب الديرمويد تايب اللي هي الماتيور ديرمويد سيست اللي هو الماتيور سيستيك تيراتوما، ده اشهر بناين نيوبلازم في الاوفري، من 10-15% بايلاترال، فلو لقيته على ناحيه بص على الناحيه الثانيه. كلينيكالي غالبا اسيمتوماتيك تمام، لكن لو كبر هيبدا يعمل بقى بريشر سيمتومز، كبر قوي ايه المشكله؟ تورشن بالظبط كده، لذلك لو اتشاف وكبير يتشال تمام. الباثولوجي بتاعه في فات سيبم بون وتيث وهير تمام، لكن ما فيهوش نيورال اليمنت، لو بدا يدخل فيه النيورال اليمنت دي بقى الايه؟ الاماتيور رير اللي طبعا ايه مالجنت. سونوجرافي يا نهار ابيض ايه الحاجات الطويله دي، مش مشكله هناخدهم واحده واحده، اهم حاجه نو انترنال فلو تمام. برضه لو لقيت انترنال فلو ده ما بقاش هير وما بقاش سيبم، لا ده بقى سوفت تيشو تمام، دي دخلت في الاماتيور، ماليش دعوه اماتيور هقول عليها اوفيريان كانسر وخلاص تمام. البون والتيث والكلام ده كله منظره في السونار بالظبط كده، ايكوجينيك ستراكشر وراه سترونج بوستيريور شادوينج تمام. الفات هايلي ايكوجينيك وبرضه وراه شويه اتينيويشن لانه بيخلص الالترا ساوند ويفز بالكامل. الهير ايكوجينيك لاينز او دوتس وهتبان احسن لو في وسط سيستيك سبيسز تمام. طب تعالى نشوف المناظر بتاعتها، حد شايف حاجه؟ هي دي مشكله الديرمويد. الديرمويد يعني من خلال يعني ماي ليتل براكتس تمام، في حالات كتير بتمس، تبقى عامله مثلا سونار من كام شهر وجايه لي مثلا برضو بين، الاقي مس 9/10 ديرمويد 9/10 كان موجود ما كبرش في خلال 6 شهور بس مست، يشك انه ايه؟ باول جازس، مش الباول جازس دي ايكوجينيك تمام. في حاجتين بساط خالص، الويل ديفينيشن
ويل ديفايند ستراكشر. الايكوجينيك ستراكشر ده يا جماعه اتس ويل ديفايند. تمام. لا لا الشوكليت سيست هيموجينس لو ليفل انتيك يعني زي دي. تمام. لكن دي كومبلكس لكن مينلي ايكوجينيك. ولو خدت بالك فيه ايكوجينيك لاينز في وسطيها. بالاضافه لحاجه تانية، احنا عملنا ترانس فاجينال على السايد اوف بين ما لقيناش الاوفري، لان التيومر ده غالبا بيريبليس الاوفريان تيشو. لقينا الاستراكشر ده شكينا فيه، شكينا فيه نبعت نبص على الناحيه التانية. طب انا شاكك ومش متاكد نعمل ايه؟ فولو اب هيطلع نفس المنظر، هشك تاني نعمل ايه؟ برافو عليك. في واحده قالت سي تي واحده قالت ام ار، نبعت لمين؟ ها ها في اي بلبس اكسلنت. تمام. السي تي هيشخص الفات صح. تمام. بس واحده في الريبرودكتيف ايج اعرضها ليه لجرعه عنيفه من الراديشن، واحنا الاوفري راديو سنسيتيف، البريست راديو سنسيتيف، ليها اعراض الانسيدنس اللي ممكن يجي لها كانسر بسبب جرعه الاشعه دي ام ار. اغلى سنه مش مشكله، لكنه دايجنوستيك، مش هيلقط الكالسيوم، مش احنا جايين هنا نتعلم، مفيش مشكله. تمام. مش هيلقط الكالسيوم، مفيش اي مشكله، لكن هيلقط الفات. وبرضه على فكره ويز جود هانس هيلقط الكالسيوم. تمام. فلو شكينا نطلب لها ام ار اي. ايه المنظر ده برضه بالعافيه؟ انا حاسس ايه ويل ديفايند مينلي، هو كام كومبلكس مينلي ايكوجينيك وفيها حتت ايه هايبر. تمام. لكن الترانسميشن بقى لا مش قوي زي اللي فاتوا. الفات بيعمل اتينيويشن اتينيويشن. تمام. المنظر ده كلاسيك، بس المشكله حد هيبص يقول دي باول وفيها شويه فلويد. لا ركز، في هنا ويل ديفينيشن وفي هنا ايكوجينيك لاينز ودوتس جوه فلويد ستراكشر. ده التيبيكال هير، الهير بتاع الديرمويد بيبان كده لاينز ودوتس في سيستيك ستراكشر. نفس الكلام هنا، ايه اللي انا كومبلكس وكمان ممكن اشوف معاه فلويد فلويد ليفل. تمام. الفلويد فلويد على فكره في الابدومين. تمام. هيظهر بالعرض لو انا بالابدومين، في الترانس فاجينال هيظهر هنا بالطول لان الاورينتيشن هناك 90 درجه. تمام. ف 90 درجه دي هتخلي الفلويد فلويد ليفل في الترانس فاجينال هيظهر ايه بالطول كده. فلويد فلويد ليفل يبقى برضو ايه ممكن اشك في ديرمويد. يبقى لغايه دلوقتي ايه اللي فاتت؟ كنا فلويد فلويد حته الاندوميتريوما، في برضو فلويد فلويد في الديرمويد، وايه والابسس برضو ممكن الاقي فيه فلويد فلويد، بس الكلينيكال في ده مختلف عن ده. وبرضو الابيرنس دي كاركترستيك كاركترستيك. هتقول لي لو دي لوحديها بالظبط، لو دي لوحديها انا ممكن اشخصها اندوميتريوما، لكن ايه دي؟ ايكوجينيك ستراكشر. والايكوجينيك ده نخلي بالنا ايه، عدى شويه، عدى الترا ساوند بعد كده حصل اتينيويشن. تمام. غالبا دي مش بون بقى، دي الايكوجينيست بتاع البون مش هيعدي شويه وهتلاقي فيري كلين. تمام. دي اسمها فات بول، كوره فات. تمام. او ايكوجينيك مفيش مشكله، انا شخصتها انها كالسيوم برضه ديرمويد صح ولا لا؟ فشخصتها فات، شخصتها كالسيوم ديرمويد في الحالتين، دي كاركترستيك قوي. لو شفنا المنظر ده اتس ديرمويد، المنظر ده برضو ايكوجينيك ستراكشر، عدى الاول شويه بعد كده عمل اتينويشن عنيف للالترا ساوند، خلص الالترا ساوند، دي فات. تمام. وفي وسط الكومبلكس ايه ليجن ده؟ كومبلكس ليجن سيستيك سوليد، والسوليد بتاعه ايه؟ ايكوجينيك ديرمويد. نفس الكلام، لا والمره دي في كمان ايه دوتس. السوليد برضه ده اسمه هيدرمويد بلاك او ريكتانسكي نوديول. تمام. لاينز ده شعر حتى ممكن تتخيلوها. تمام. ده هير. اوكي. لا 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 بيناين بيناين، ريرلي ريرلي قوي ان يبقى مالجنت. تمام. عشان كده لونج ستاند كونديشن، واحده زي دي بتيجي بهيستوري اوف كرونيك بيلفيك بين بقالها ممكن سنين، وفي الاخر يعني ان ربنا اراد لها ان احنا نتشخص على ايدينا تتشخص على ايدينا كده ممكن بالصدفه لانها شبه الباول. غالبا غالبا المره دي اوفر عاديه خالص، لكن ايه الليجن اللي موجود جوه الاوفري؟ حاجه كده تحت السنتي زيها زي الفوليكل، لكن فيري ايكوجينيك، ده سمول انترا اوفيريان ديرمويد. بفضل الله سبحانه وتعالى اتشخصت مره حلقه وهي بدري كده، ساعتها الكلينيشن قال لي اعملها فول اب، قال حرام اشيل اوفري على حاجه كمل لي. تمام. فول اب ما هي بتريبليس الاوفيريان تيشو، هي لما بتكبر بتريبليس الاوفيريان تيشو. الاوفيريان موجود الاوفري عادي والديرمويد
خلاص لو اكزوفيتك، لو اكزوفيتك، لو ريبليسد الاوفيريان تيشو، ما خلاص على كده تمام، نو ريمننت. فدي ممكن تشخص فيري ايرلي نورمال اوفري لكن فيها فيري ايكوجينيك ستراكشر. طيب ايكوجينيك ستراكشر جوه اوفري لكن فيه بلاد فلو، انا قايل ان الايه التيشوز اللي هي بتاعت الديرمويد ما فيهاش بلاد فلو، يبقى اذا ده ايه؟ مش ديرمويد، حتى لو كان ده ايكوجينيك تمام، اوفيريان كانسر. طلعت يعني هي ديرمويد بس قلبت، بدل ما هي ماتيور تيراتوما طلعت ايه؟ اماتيور اللي هي المالجنت فورم، فالفاسكولاريتي تخلص طبعا، بالاضافه ان هيبقى بيلر ريجكشن كده. اوكي خدنا لغايه دلوقتي اربع مواضيع المشهورين، المشهورين سيمبل اوفيريان سيست، هيموراجيك اوفيريان سيست، شوكليت سيست اندوميتريوما، والديرمويد سيست او ماتيور سيستك تيراتوما. في اذر بيناين تيومرز تمام غير التيراتوما تمام، من ممكن تطلع من الابيثيليال دي المشهوره، ميوسينس او سيروس سيستادينوما تمام. الميوسينس تفرق عن السيروس ان ده ميوسين نوت فلويد عادي، وبالتالي الفلويد هتلاقيه فيه تيربيديتي اكتر، سيبتم اكتر، سيبتي اكتر، سيبتيشنز اكتر تمام. في اذر تايبس جرانيولوزا سيل فايبروما تمام. الفايبروما تتوقع شكلها تبقى قريبه من الفايبرويد تمام، وبالتالي البيدانكيوليتد فايبرويد اللي طلع كله بره اليوترس هشك فيه او احطه كديفرنشال ليه اوفيريان فايبروما. اوكي ومع ذلك خلي بالك بقى بالذات اللي هي الايه الميوسينس والسيروس سيستادينوما من السيستادينوكارسينوما ممكن ما اقدرش افرقهم بالسونار لوحده. فالديستنكشن بتوين البيناين والماليجننت صعب اعمله بالالترا ساوند لوحده تمام، هحتاج ايه؟ فرضا شفت بابيلري بروجكشن او فاين ممكن يتوه مني، شويه ميورال ثيكنينج ممكن تتوه مني، اطلب لها ايه؟ ام ار ويز كونتراست بقى المره دي تمام؟ اوكي او ايفن برضه سي تي ويز كونتراست ماشي. طيب السونوجرافي بتاعنا هتلاقيها كومبلكس اوفيريان ليجنز فيها مالتيبل سيبتيشنز تمام؟ البلاد فلو لو شفناه نعم اتفضل يا شيخ. البلاد فلو ممكن تشوف السيبتيشنز ممكن اتس ا تيومر، لكن هل ده مالجننت ولا بيناين؟ الله اعلم، الا في كرايتيريا كده ممكن ترجح هقول لكم عليها كمان شويه، لكن هنا في السيبتيشنز ممكن اشوف ايوه، لكن السيمبل سيست، الهيموراجيك سيست، الشوكليت سيست، ديرمويد سيست، كل ده ممنوع اشوف جواه، لكن هنا ممكن اشوف جواه. الميوسينس نفرقها عن السيروس، السيبتيشنز اكتر، الفلويد تربت في لو ليفل ايكوز تمام. لو لو في طبعا سوليد نوديولز انا هبدا اشك ان ده سيستادينو كارسينوما مش سيستادينوما تمام. طيب الفايبروما هتبقى سوليد هوموجينس تمام، غالبا هايبو سنه تمام، وممكن يكون معاها ايه اكوستيك شادوينج وليس ساوند ترانسميشن، عشان لو حد هيغلط ويقول لي مثلا دي اندوميتريوما ولا حاجه شبه الفايبرويد. الدوبلر، الدوبلر مبدئيا يرجح لكن مش ياكد، فيعني مش هقدر احلف عليه ده بيناين ولا مالجنت، لكن الريزيستيف اندكس هيبقى او الريزيستنس عامه عاليه في البيناين ولا عاليه في المالجنت او العكس، واطيه لو ريزيستنس في البيناين ولا في المالجنت؟ في المالجنت. برافو عليك. المالجنت تيومر بيعمل مع حاجه اسمها نيوفاسكولاريزيشن، بلاد فيسلز بتتكون جديده وبتتكون بسرعه، مفيش وقت ان يبقى فيها ميديا، الميديا دي اللي بتعمل فازو كونستريكشن وفازو دايليتيشن، وبالتالي مفيش، وبالتالي الدايستول والسيستول عالي، ريزيستنس قليله. في حد فاصل بيقول لك لو الريزيستيف اندكس اكتر من 4 من 10 يعني 5 من 10 6 من 10 ده كده ريزيستنس عاليه، ده يرجح ان ده بيناين. لو اقل من 4 من 10 ده ريزيستنس قليله، امبيدنس قليله، فده يرجح انه مالجنت تمام. فعندنا ايه اللي موجود عندنا؟ كومبلكس سيست وفيها سيبتيشن، والسيبتيشن فيها ايه؟ فيها فاسكولاريتي. هل ده سيست عاديه ولا ده تيومر؟ اتس تيومر. خلاص كده؟ طيب مور بيناين ولا مور مالجننت؟ تمام؟ ابدا بص على ايه؟ على البلسد ويب بتاع الفاسكولاريتي، الار اي الريزستيف اندكس بتاعتها قليله ولا عاليه؟ لكن عامه اتس تيومر؟ يس. لو وصلنا الكلمه دي كلينيشن اتس جود، اتس ويل اند جود تمام؟ يبقى دي اوفيريان سيستادينوما فيرسس سيستادينوكارسينوما. نرجح كونتراستد ام ار اي ستادي، مش نكتب التقرير كده وخلاص ومع نفسينا، لا نريكومنت
نعمل جايدنس جايدنس لزمان. كونها سيرس رجحنا ان هنا سيرس عشان الفلويد ايه قليل كلير، السبتيشنز قليله. عملنا هنا الار اي طلع هي اكشولي بوردر لاين بصراحه. تمام. يعني هي قربت قوي من الاربعه، لكن بالباثولوجي طلعت ايه سيرس سيستادينوم. المره دي هنا السبتيشنز اكتر، الفلويد مور تيربت. تمام. ترجح اكتر انها ميوسينس. طيب تمام. شايفين يا جماعه الميجرمنت قايسه كام سنتي؟ 17 سنتي. الاحجام بتاع السيستادينوما السيستادين كارسينوما من نوع الفاخر، انا شفت قبل كده 30 سنتي وحاجه و30 سنتي بتبقى جايه كانها حامل. هي حامل بالظبط. تقيس الدايمنشنز تلاقي دايمنشنز كبيره جدا. دي سيستادينوما سيستادين كارسينوما. في احنا كدكاتره اشعه برضو لو وصلت لغايه الابيجاستريم بتحط معاها بوسيبيتي ان دي لارج بنكرياتيك سودوسيست. البنكرياتيك سودوسيست ممكن تطلع تنزل من فوق لتحت. الاوفيريان سيستادينوما او الكانسر او برضو اللارج على فكره ديرمويد تطلع من تحت لفوق ويخش الاثنين كديفرنشال. فما تزعلوش منا لو دي طلعت دي، يعني عشان في زعل جامد يعني بيحصل. طيب المره دي كومبلكس صح كده؟ انا مش شايف سيتيشن لكن انا شايف سوليد بارت. هتقول لي ممكن دي هيموراجيك سيست؟ ايه اللي عملناه بالدوبلر؟ السوليد بارت فيه فاسكولاريتي، اتس نيو بلازم اوفيريان كانسر. طلعت بقى بالباثولوجي كذا مش مشكله، بس دي اتس نيو بلاستيك بروسيس. تمام. عملنا الار اي بتاع النيو بلازم ده تمام وطلع كام؟ 6 من 10 اعلى من 4، يبقى ده يرجح اكتر البيناين. تمام. طيب بصيت على الادنكسة لقيت المنظر ده. المنظر ده عباره عن ايه؟ ويل ديفايند هوموجينس هايبوكوك. تمام. وفي شويه ايه شادوينج. ده المنظر بتاع الفايبرويد. بصيت على اليوترس بالكامل لقيت سيبرابول منه، حركت بالترانسفاجينال بروب لقيت اثنين سيبرابول عن بعض. جيت ابص على الاوفري في الناحيه دي ما لقيتهاش، يبقى ده ممكن يكون طالع من الاوفري. تمام. يا سي شفت بارت من الاوفري وده لازق جنبيها، حط البسبيرت بتاع الاثنين، المنظر ده ممكن يكون ايه او ايه؟ يا اما بيدانكيوليتد فايبرويد يا اما اوفيريان فايبروما. تمام. هوموجينس هايبوكوك وشويه ايه شادون. المره دي بقى ده طالع منين؟ الاوفري نفسها وطالع منها الاستراكشر ده هوموجينس هايبوكوك وفيه ايه الشادوينج الكاركترستيك بتاع الايه الفايبرس تيشو. تمام. اوفيريان فايبروما ولقطناها ايه بدري شويه. طبعا الكلام ده كله باثولوجي بروفين. ماشي اوكي. تمام. الشادوينج ده الشادوينج الشوكليت سيست اول اوفر اول اوفر هتلاقي فيري جود ساوند ترانسميشن. هنا ايه اللي حصل؟ لا ده احنا بنتكلم هنا مفيش ساوند معدي، اللي ده بقول لك ايه حته الشادوينج ستراكشرز دي. تمام. ليك حق تشوف. تمام. هنا طبعا الشادوينج ايه اوضح. طيب بيدانكيليتد لايوميوم احنا قلناها ممكن تبقى هي فيري ويل ديفايند. تمام. هايبوكوك وفي ايه شادوينج ستراكشرز. تمام. لكن المره دي سيبرابول خالص من الاوفري لازقه فيه اليوترس. رجح دي عندي. تمام. اوكي. اوفيريان كارسينوم ولله الحمد هي رير، بس مشكلتها انها ايه اجريسيف تيومر للاسف. بيقول لك 75% اكوردنج للاستدي اللي اتعملت. تمام. باي ذا تايم اوف دايجنوز بتبقى عملت بالفعل سبريد. تمام. سبريد اوتسايد البلفس. السونوجرافيك كرايتيريا الدوبلر كرايتيريا كذا 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 كان نوت ديفرنشيت، ما اقدرش احلف. تمام. بناين من مالجننت قوي بالسونار والدوبلر لوحده، انا هرجح فقط. تمام. طيب السونوجرافي اللي يرجح ان الماس دي الكومبلكس اوفيريان ماس دي مالجننت اكتر لو لقيت سوليد نوديولز، لو لقيت السبتيشنز ثيك فيري ثيك اكتر من 3 مللي، الوول فيري ثيك اكتر من 3 مللي، الوول الريجولر، المارجن بتاعتها poorly defined. تمام. ولو لقيت blood flow في السبتيشنز او اكتر بقى في السوليد نيديولز، وكمان لو لقينا بقى ايه البالسد دوبلر عملناه لقينا الار اي ايه اقل من 4 من 10 او البي اي البالسد اندكس اقل من 1. تمام. دي كده هترجح ان في هنا فيري لو ريزيستنس، اذا فهذا مالجنسي. تمام. شكينا ان دي كومبلكسست، حد يقول لي ما دي ممكن كلوت ريتراكشن. تمام. هنا
اتفضل. انا اسف يا باشا. طب ايه اللي حصل لكم النهارده كده؟ ده كده ما انسنا. طيب كومبلكس سيست تمام، بارشالي سوليد بارشالي سيستك تمام. عملنا لها دوبلر لقينا ايه؟ لا في فيسكولاريتي في الميورال نوديول دي، والفاسكولاريتي هنا الار اي بتاعها طبعا السيمبل ما فيهاش طبعا حاجه جواها، ما فيش ميورال نوديول. الهيموراجيك التشوكليت الديرمويد ما فيهاش انترنال فاسكولاريتي تمام. البيناين والمالجنت اوفيريان تيومرز الاثنين ممكن يكون اذر ذان ديرمويد تمام، ممكن يكون فيهم ايه انترنال فاسكولاريتي. ما اقدرش احلف مين بيناين من مين مالجنت، بس انا هرجح يعني هنا على الرغم من الار اي كام ده داخل 7/10 يعني الار اي بتاعها ايه عفوا ده البي اي، ده البي اي تمام البي اي. بس لو حتى الار اي ما اقدرش احلف دي مالجنت ولا بيناين، بس عامه المنظر ده يمشي اكتر مع المالجنسي. ها المنظر ده كومبلكس وفيها بابيلاري بروجكشنز تمام وفاسكولار. ال 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 البي اي بالستيليتي اندكس، الار اي الار اي اللي هي ريزيستيف اندكس، البي اي بالستيليتي اندكس، اس دي ريشيو سيستول دايستول ريشيو، الثلاثه دول ميجرمنتس عشان نقيس الريزيستنس عشان نقيس الامبيدنس. كل ما تقل كل ما يبقى مور فلو داخل، بالنسبه للتيومر مور نيو فاسكولاريزيشن يبقى مور مالجننت تمام. الار اي لو اقل من 4/10، البي اي لو اقل من 1 تمام. فهنا كانت 7/10 بس هو قايس ايه البي اي اللي هي المفروض اقل من 1 تمام. بس فرضا ار اي وطلعت عاليه انا ما اقدرش احلف دي مالجننت ولا ايه ولا بيناين، دي كله ده باثولوجي بس اتس ا تيومر تمام. نفس الكلام نفس الكلام مالتيبل بابيلري بروجكشنز، بصينا على الفاسكولات طلع فيه انترنال فاسكولاريتي لو ريزيستنس، هنا بيقول لك حته تيومر لكنه صغير ممكن نقول عليها هيموراجيك سيست ومش عارف ايه والكلام من ده، طلعت في الاخر كارسينوما تمام كارسينوم. هتقول لي انا شاكك انها هيموراجيك، اولا هيموراجيك عشان نفرقها اللي جواها دي كلوت ريتراكشن ولا نوديول، النوديول هتبقى مور ايكوجينيك، والنوديول ممكن يبقى فيه كذا نوديول مالتيبل نوديولز، لكن الهيموراجيك سيست الكلوت بتريتراكت سنجل كومبوننت ما بتبقاش فيه كذا كلوت ريتراكشن، هي سنجل كومبوننت سنجل بروجكشن بس تمام. وطبعا قلنا لو انا شاكك دي هيموراجيك ولا لا نعمل ايه فولو اب، هتلاقي فيه تمبرال تشينجز، لكن اي حاجه تانية غير الهيموراجيك لا مش هتتغير. المره دي حد هيقول لي مثلا ده يمكن بالبي مود كان ممكن امشيها هيموراجيك وشويه سيبتيشنز ومش عارف ايه، لقينا ايه اللي حصل هنا سيبت الفاسكولاريتي بقت تيومر تمام. فاحيانا ممكن اغلط عشان كده بيسموه بوردر لاين تيومر بوردر لاين. ايه اللي بيخلصه لنا الدوبلر الفولو اب، شكينا نعمل ام ار اي ويز كونتراست. اما المره دي لا دي بقى يعني مينلي سوليد بارت والار اي بتاعتها او الريزيكيشن بتاعه الكونتراست بتاع لا 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 هن 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 اجنور هن اجنور ده باثولوجي ده باثولوجي. السيستادينوما والسيستادينوما كارسينوما بيبقى مينلي سيبتيشنز ويحصل عليها سوفت تيشو ثيكنينج، يعني هنا ايه ثيك سيبتيشنز وفيها فاسكولاريتي. اما ده اسمه الاندومتريويد كارسينوما اللي هو شبه الاندومتريوم تمام، فمينلي سوليد وفي اجزاء منه سيستك، لكن اهم حاجه ان في ايه فاسكولاريتي في انترنال فاسكولاريتي وكمان لو ريزيستنس. المره دي بقى ايه التيومر اللي جوه الاوفري ماله ده عدى حدود الاوفري وطلع على بره، ممكن يطلع على الباراميتريوم ممكن يدخل على بلاد فيسل تمام. فده لوحده ده لوحده كده تيومر، لكن كمان ايه عملنا له كلر. هنا برضو تيومر وفيه نوديولز، دي تكنيك معينه التيومر ده كان كبير فعملنا له حاجه اسمها بانوراميك فيو مش مشكله يعني. طيب الكونديشن اللي بعد كده احنا كده خلصنا كام الاربعه المشهورين اوفيريان انا اسف نيفروجينيك سيستميك سكليروزس، دي حاجه معينه بتحصل تمام على اللونج ران، لكن كونتراست اللي هي كونتراست توكسيسيتي في الاساس موصوف على السي تي. السي تي فيه عيبين الالرجي والحاجات دي بتاعت ايه السي تي السي تي هيعمل طبعا موضوع الالرجي تمام نيفرو توكسيسيتي نيفرو توكسيسيتي تمام وراديشن دوز، معلش انا كل مره مش راديشن دوز نو نيد نو نيد فور. طيب احنا قلنا السيمبل اوفيريان الهيموراجيك
والشوكليت والديرمويد دول المشهورين. بعد كده في بناين نيوبلازمز زي ايه؟ سيروس وميوسينس ستادينوما ومعاهم السوليد بتاعهم الفايبروما. بعد كده الاوفيريان كانسر. تمام، خلصنا كده ليجنز. في بقى سيتويشنز بتيجي، واحده هتيجي فور انفيرتيليتي، تمام، انفيرتيليتي سكان، تمام، شاكين في بوليسيستيك اوفيريان سيندروم. هو في الاساس اتس ميتابوليك ديس اوردر، معاه هرمون يعني امبالانس وكده، وممكن يتشخص اصلا بالهرمون اساسي لوحده، تمام، او بالكلينيكال الهيروشيتيزم والاوبيستي ومش عارف وهكذا، تمام، زائد بالسونار. فالسونار لوحده لا يكفي، انا ممكن اقول بي سي او وده طلع كلينيكالي فري، هي اتش سي فعلا بي سي او لكن مايلد فورم، لسه ما عملتش بايو كيميكال، تمام، ولا كلينيكال تشينجز. فالبي سي او ستريات سونوجرافي وكلينيكال وبايو كيميكال، الثلاثة دول يشخصوا البي سي او، تمام، مش حاجة لوحديها. انا اقول بقى السونوجرافيك كرايتيريا، اول حاجة الفوليوم بتاع الاوفري انكريز اكتر من 10، النمبر اوف بيريفرال لوكيتد سمول فوليكلز اكتر من 10، في بوك بيقول لك اكتر من 12، عفوا دي اكتر بقى مش عارف، تمام، وفي كتاب تاني بيقول لك اكتر من 25 بير اوفري، انا 10 دي لو سنجل فيو انا جايبه، تمام، والسايز بتاع دي الحجم بتاعها، السايز يبقى 10 اكتر من 10 فوليكلز، السايز بتاع كل واحده اقل من 10 ملي، تمام، يبقى ده ايه؟ ديزيز بتاع عشرات. الاستروما بتاعتها ديفويد اوف فوليكلز ومور ايكوجينيك لكنها هوموجينس استروما، تمام، ممكن نشوفها في نورمال فيميل، ايوه، اوفيوليتنج وما عندهاش اي مشكله، خلاص ده مايلد فورم. المنظر ده الكلاسيك بتاعنا. انت لو تلاحظ ايه الاستروما ايكوجينيك تقريبا، يعني ما فيهاش فوليكلز الا دي، لكن الفوليكلز ايه مرصوصه راس كده على البريفري، ده اكتر من 10 ده اكتر من 20 كمان، تمام، الاوفيريان فوليوم لو قست طول في عرض في ارتفاع، تمام، هيطلع اكتر من 10، غالبا معظم الحالات بتعدي 18، تمام، فدي نشخصها بي سي وحته فلويد ومش فلويد مفيش مشكله فيها. طيب واحده برضو جايه بانفيرتيليتي، تمام، عملنا لها اندكشن، هتخش في النقطه الثانيه، تمام، اللي هو المنظر اللي شفناه قبل كده، الاوفري بقت مليانه سيستيك ستراكشرز، الاوفري كسايز او كفوليوم انلارجد، لكن مش هقدر اقول بقى استيميليشن سيندروم غير لما الاقي دي، ايه يا جماعه ده؟ ده الليفر وفيه ميه حواليه، يبقى ده ايه؟ اتس اسايتس، تمام، يبقى انلارجد مالتي سيستيك اوفري اسايتس، والبيشنت بتكمبلين بين واندر اندكشن، خلاص اوفيريان هايبر ستيميليشن سيندروم. خدتوا بالكم الاوفري دي مالها او السيست دي هيموراجيك؟ بالظبط كده، ما هو ده اللي بيحصل، احنا عندنا الفوليكلز ستيميليتد، تمام، بعد كده اللي هيحصل فيهم في كل واحده ماتيور ماتيور ماتيور، هترابشر ترابشر، تعمل لنا ايه؟ مالتيبل هيموراجيك سيست، تمام، الكترولايت امبالانس شيفت اوف فلويد، يقوم حاصل لي ايه؟ اسايتس وافيوجن، تمام، اوكي. بريتونيال انكلوجن سيست، ايه القصه بقى بتاعتها؟ اتس نوت سيست، اتس ا سودو سيست، العيانه العرضه لادهيشنز اللي هم مين؟ اللي عندها اندوميتريوزس او اللي عندها بي اي دي او اتفتحت ان جنرال سيرجري، ايه اللي هيحصل؟ ادهيشنز. الادهيشنز ده عباره عن ايه؟ سبتي لازقه في البلفيك اورجنز وممكن تحوط لي الاوفري. دي على بعضيها كده لو اتشافت بالسي تي او الام ار هيشوفها، مش هيشوف سيبتيشنز وخلاص، هيقول لك ده سيستيك ستراكشر وجواه سيبتيشنز وانجالفنج الاوفري. انا بالسونار هشوفها وهشخصها، هيبقى اسمها بريتونيال انكلوجن سيست. فدي عباره عن ايه؟ ثين ميبي ثيك سيبتيشنز اتاتشد للبلفيك اورجن يوترس باول اوفريس، الفلويد اللي فيها غالبا كلير، وكمان عشان اقول بقى التشخيص وانا قلبي مستريح في هنا او ناقصه كمان نورمال لوكينج اوفريس، فانا شايف اوفري، تمام، وحواليها شويه سيبتيشنز لازقه باليوترس لازقه بالباول لازقه بالاوفري، تمام، المنظر ده كله على بعضه، تمام، اسمه بيريتونيال انكلوجن سيست، تمام. طيب في سيست برضو تانية ما جبتلهاش، لا لا هي محوطه الاوفري، هي دي كده محوطه الاوفري بس انجلفنج الاوفري. لو لقينا سيست جنب الاوفري ومش طالعه منها دي هنسميها بارا اوفيريان سيست. في برضو كونديشن تانية ما جبتلهاش صور اسمها اوفيريان ريمننت سيندروم، احيانا تمام ايا كان السبب طلع في الاوفري ماس مش عارف ايه في ادهيشنز حواليها شلنا الاوفريز على الناحيتين، ممكن بعد فتره بيبقى في ريمننت اوفيريان تيشو ويبقى اكتف
ويطلع لي سيستس جوه البلبس. اجي ابص الاقي كانها اوفري متبقيه وفيها سيستس. تمام، مع ان انا عامل بايلاترال اوفريكتومي، دي اسمها اوفيريان ريمننت سيندروم. طيب ايا كان بقى الاوفري فيها سيست فيها تيومر، بالذات لو كان اكبر من 4 اكبر من 5 سنتي ممكن يعمل تقل على الاوفري، فالاوفري ممكن تلف. دي حاجه اسمها اوفيريان تورشن. الاوفيريان تورشن سيرجيكال ايمرجنسي، لازم لازم بالذات في اول 6 ساعات تعمل دي تورشن بسرعه وفيكسيشن للاوفري، والمفروض كمان فيكسيشن للازر. طيب ايه اللي بيحصل في الاوفيريان تورشن؟ بيحصل تويستنج للبيديكل بتاعتها، فالاضعف في البريشر اللي هو الفينز هتتقفل في الاول، يبقى الارتري قاعد يودي بلط والفينز ما بيرجعش. ايه اللي هيحصل في الاوفري؟ كونجيشن وايديما. تمام، بعد كده الارتري هتبدا تتقفل، مش شرط الارتريز كلها، مش احنا قلنا دبل بلط سبلاي، ممكن ارتري من ناحيه واحده في حته هتحصل لها اسكيميا انفاركشنز، وممكن يحصل فيها هيموراجيك انفاركشنز. يبقى انا متوقع السايز كبر، التكشر بتاعت الاستروما اللي كانت هوموجينس تبقى هيتروجينس. تمام اوكي. كلينيكالي very characteristic pain، acute severe unilateral pain، acute severe agonizing unilateral pain. تمام، ممكن نوزيا وفوميتنج وكده. طبعا المفروض نعمل ايه؟ سيرجيكال تويستنج وما الى ذلك. بيقول لك ان لازم يكون فيه غالبا بيبقى فيه بريسبوزنج فاكتور سيست او تيومر، لكن ممكن بصراحه يعني معظم الحالات هي مش رير، معظم الحالات اللي شفتها ما كانش فيه ليجن. بالذات للاسف معظم الحالات اللي شخصتها بيلول 25 22 19 9 سنين 11، انا دي الحالات يعني اللي شخصتها، يعني اصغر واحده كانت 9 سنين وجايب اوفيريان توش، وللاسف كانت مس دايجنوزد انها ايه، كاتبين انها بيلفيك ماس، بيلفيك ماس وخلاص وفور سي تي وام ار، وللاسف يعني ما تلحقتش يعني. تقريبا انا اسف يعني ولا حاله اتلحقت. لا مش ضايت دايت، لا ولا حاله الاوفري اتلحقت، الاوفري اللي دايت. طيب ما برضو ممكن تبقى تحصل ايه في البريجننت ويمن؟ نعم بالظبط بالظبط، هي المشكله ان في تاخير عندنا، تاخير في الدياجنوزس لانها بتمس دياجنوز من راديولوجيست، وتاخير في المانجمنت جينيكولوجيست وكده الاستشاري ومش عارف ايه، لان معظمهم بتيجي في نبطشيات مفيش فيها استشاري الكلام اللي هو الاداري ده. ما هي دي كارثه. حصلت حاله قدامي كان في يونيلاترال اوفوركتومي، شخصت لهم في الثانيه قعد 24 ساعه قبل ما فتحوا بايلاترال اوفوركتومي، يعني كيلد ذا بيشنت نصايه كده بالظبط. الساعه كام؟ خليها 3:30 ماشي. طب انا هخلص الليكشر دي وهنبدا، والاثنين التانيين هنكملهم بعديها، خلاص 10 دقايق بالظبط. يعني هي شايله اوفر على ناحيه، واكتشفنا تورشن على الناحيه الثانيه قبل ما حصل يعني المانجمنت كانت يعني حتى الاستشاري كان جاب بعديها ب 10 ساعات بعد ما كاتب له تقرير ودوكيمنت قال سسبكتد ابنسايتس، ده قتلها يعني عقبال ما جاء راديولوجيست في النبطشيه اللي بعديها وكتب له تورشن وذ نو تشين يعني نو تمبرال تشينجز وكلام من ده، كانوا اتخانقوا معاه راحوا مستشفى ده خلاص، يعني الموضوع بايلاترال اوفريكتوم كيلد الهرمونز بتاع البيشن، يعني كده اليوترس ما فيش لازمه ما خلاص، وكانت 22 سنه فاكر الحاله دي يعني. يلا برضو العرضه ليهم اوفيليان اندكشن ثيرابي. الكونديشن يا جماعه دي للاسف مهمه قوي 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 قوي، فياريت يعني نركز فيها نحطها كبوسيبيليتي. تمام، ايه اللي بيحصل في الاوفري؟ انلارجمنت، يبقى مع الاكيوت سيفير بين انلارجمنت شكلها هتبقى مدور سفيريكال، انا شاكك قارن بالناحيه الثانيه هتلاقيها كومبليتلي نورمال. تمام، نقطه ثانيه غير الانلارجمنت والشيب، ان يوجوال لوكيشن، اللوكيشن بتاع الاوفري النورمال تو ذا سايد اوف ذا يوترس، لا هتلاقيها دي انتيريور يوترس. تمام، جايه من ابنورمال لوكيشن، فالمال بوزيشننج واحده من السترونج كرايتيريا. طبعا في مشكله هتيجي ان لو فيها تيومر او سيست، تمام، ممكن التيومر او سيست لما يكبر ياخد ابنورمال لوكيشن يعمل اوفيريان ريبليسنج الاوفيريان تيشو. اعرف ازاي؟ حط ساعتها كلر، ساعتها حط الكلر. تمام، لكن ما تعتمدش على الدوبلر لوحده، البين برضو يعتمد عليه، الكلينيكال مهم، حته ان انا الاقي ديمينيشد او ابسنت ترجح، لكن لو لقيت لسه ارتيريال فلو تستبعد؟ لا تستبعد،
لا تست كذا حاله كنت كاتب لهم ان في ارتيريال فلو طلعت برضو تورشن بس السايز انلارجت. فالسايز دي نقطه مهمه جدا. الاوفري دي قايسه مثلا 2 في 3، الاوفري دي اللي هي السايد اوف بين قايسه مثلا 5 في 6، الاستروما بتاعتها بقت مور هوموجينس، شكلها بدل ما اوفل بقت راوندد، وعندها اكيوت سيفير بين في الحج في الناحيه دي اكيوت اوفيريان تورشن. انا ليه كتبت كلمه اكيوت؟ لان في كرونيك وريكارنت هنقولها دلوقتي. دي اوفري برضو معاها السايد ده انا حاسس تقريبا انها مش اوفري تمام، الا لو في سمول سيست بقت هيتروجينس لان الحته دي كلها انفاركشنز وهيموراج هيموراجيك انفاركشنز، ومع ذلك في سيست اتنين خلاص. الحل اللي كنت بقول لك عليها 9 سنين من الابدومين انا بالكونفكس بروب انا مش شايف السيست الصغيره دي، ساعتها استخدمت اللينير بروب، انا مجرد انا عايز اشوف بس سيستات صغيره فيها فوليكل، شفت فيها فوليكل ولا خلاص دي اوفري ديفينيت اوفري اوفيريان تورشن تمام. فانت بتدور على الحاجات الصغيره دي عشان ما تقولش انها ماس. طب فرضا ان دي ماس تيومر وجايه باكيوت سيفير بين تورشن برضو هي تورشن للماس اوكي. وهنا بيقول لك يعني مفيش فلو المره دي مع البريجنسي وجايه بيه سيست، اشهر سيست بتطلع مع البريجنسي كوربس ليوتيم سيست اوف بريجنسي، مع كوربس ليوتيم ده بيكمل 3 شهور بدل بقى اسمه كوربس ليوتيم بقى اسمه كوربس ليوتيم اوف بريجنسي لايبل فيرست تريمستر انه يحصل له تورشن. هتقول لي اه ديمينيش دي فلو مش عارف ايه، احترم التشاكو بتاع البيشنت معاها سيفير بين في السايد ده برضو سسبكتد تورشن. المره دي البين ماله في حته غريبه، المنظر ده يا جماعه منظر ايه؟ منظر انهي سيست في الساساتيت اللي احنا شفناها؟ كومبلكس، والحته دي ايكوجينيك وفيها ايه؟ خطوط بيضاء بالظبط، دي الديرمويد ديرمويد. لكن شوفوا يا جماعه الديرمويد طالعه لفين؟ ده الليفر طالعه الانفيريور بارت بتاع الليفر، فدي مال بوزيشننج، انا متاكد ان ده ديرمويد، اذا فهو اوفيري مع السايد بتاع البين بس البين عالي شويه. مع السايد بتاع البين آه تمام وما لقيتش اوفري في مكانها خلاص حط البوسيبيليتي. المره دي الاوفري المره دي ايه اللي حصل؟ تمام الاوفري كلها انلارجد، سيبك ان فيها هيموراجيك سيست ومش عارف ايه، ممكن هي اللي بدات. ايه اللي حصل هنا؟ فاسكولاريتي، ده مش فاسكولاريتي عاديه، ده فاسكولاريتي عاليه تمام. ما ممكن ارتري اتخنق، الارتري الثاني بيحاول يريبليس، لكن لغايه دلوقتي ايديميتاس كونجستد انلارجمنت سفيريكال جلوبولار شيب مع الوجود البين السيفير بين ستيل اوفيريان تورشن، حتى لو لقيت فاسكولاريتي تمام. طيب الكلام ده كله كان اكيوت اوفيريان تورشن. طب لو لقيت نفس المنظر في واحده ما بتشتكيش يبقى ده كرونيك تورشن اللي هو ريكارنت، بيروح وبيجي بيروح وبيجي، فالبين اتعودت عليه بقى مايلد بين وسهل. دي كونديشن اسمها ماسيف اوفيريان اديما، معرفش سمعتوا الترم ده ولا لا، لكن هو بيتشاف ومش كتير بس بيتشاف. نفس منظر الاوفيريان تورشن في واحده ما بتشتكيش او فيري مايلد بين اسمها ماسيف اوفيريان اديما تمام. طيب اخر اتنين كونديشنز عندنا المره دي بقى مش في الاوفري، جنب الاوفري هيدروسالبنس. دكتور هو كده اي اوفري في سيستم في بين يبقى كده ده تورشن؟ هل الاوفري انلارجت ولا لا؟ لان هيموراجيك سيست ايه اللي بيحصل فيها؟ ما معاها بين، لكن الاوفري نورمال هي السيست هي اللي عامله البين. الاوفري نورمال سايز انلارجمنت للاوفري از ا فيري جود بوزيتيف ساين انلارجمنت تمام. بالاضافه ان البين بتاع الاوفيريان تورشن اقوى بكتير من البين بتاع الهيموراجيك، اكتر من 4 في 4 في 4 تمام. هتلاقي كلها ليه؟ لان دي غالبا هتبقى راوندد انلارجمنت راوندد هيتروجينس استروما تمام. في سيست او في تيومر، مفيش سيست مفيش تيومر، دي لوحديها دايجنوستيك مع وجود السيفير بين. ونخلي بالنا المنظر ده لو جايه بين امبارح تمام ودلوقتي مفيش بين تورشن، دي تورشن لايبل برضو ان هيحصل لها ايه؟ تورشن تاني، اكتب انها تورشن تتفتح وتثبت احسن. طيب هيدرو سالبنس فلويد فيلد فالوبيان تيوب بيحصل نتيجه الاوبستراكشن ايا كان بقى سببه اندوميتريوزس او بي اي دي، ممكن يكون انفكتد الفلويد هنلاقيه تربت بايو سالبنس، ممكن يكون مكمل مع اندوميتريوما هيماتو سالبنس او هيمو سالبنس. عشان كده ايه هيدرو سالبنس اللي لو كانت اوبستراكتد اتس اوبستراكتد. فايه اللي انا هشوفه؟
elongated structure serpiginous fluid filled هنغلط فيه معظمنا وهنقول ايه ده multilocular cyst دي cyst جنب cyst دي جنب cyst. هقول لكم على علامه واحده هتشخصها لان دي بتحصل في البراكتس. incomplete septations السبتيشنز المره دي مش كامله. اهم حاجه ان ايه نو فلو جواها الفلويد تربت او كلير اهي. حد هيبص على دي لو هو ما يعرفش ان دي هيدرو سالفنج هيقول لك ايه مالتي لوكلر سيست. لا ركز دي فولد بتاع تيوب انكمبليت مش واصله لغايه الايه مش واصله لغايه السيرفيس الثاني انكمبليت. دي فوق دي كده تيوب وادي الطريق بتاعها. متخيلينها يا جماعه؟ لو انا جاي تي اس بقى يعني جاي بيربنديكولار على الفيو ده هشوف دي سيست لوحديها واشوف دي سيست لوحديها واشوف دي سيست لوحديها عادي. واقول لك مثلا دي مالتي لوكلر سيست لا ده هي دي مصدر الانفيرتيليتي بتاع البيشنت. تمام ان في هنا اوبستراكشن لتيوب اتس هايدرو سالمكس. ايه المنظر ده؟ انا حاسس ان دي سيست ودي سيست ودي سيست لكن هنا سيستيت مكمله مع بعضها انكمبليت. والسيبتم ده على الرغم ان شكله سيبتم لو انجلت يمين شويه او شمال شويه هتلاقيه برده مش كومبليت مش واصل الوول. تمام فدي بيتفول مشهور بنغلط في الهايدرو سالمكس ونقول عليه مالتي لوكلر سيست. هنا المره دي المالتي لوكلر بقى فيها فلويد فلويد ليفل تربت ومع العيانه ما عندها شويه فيفر وانفكشن ومش عارف ايه خلاص دخلت عليه بايو سالبكس. العيانه عندها اندومتريوما يمين وشمال وكده ومعاها المنظر ده هيمو اوماتو سالبكس. طيب تيوبو افيريان ابسس سيفير فورم اوف البي اي دي. خد اولا البيشنت طبعا كلينيكالي فيفرش وبيلفيك بين وليوكوسايتوز والكلام ده وغالبا ممكن تلاقيه باي لاترال مش الابسس اللي هو الكلاسيك. It's a mass of inflammatory tissue engulfing the ovary. وبالتالي غالبا غالبا مش هشوف الاوفري هتشوف ماس ادينكسل ماس. وطبعا البيشنت دي انفليمت يعني ماشي توكسيك تمام عفوا سيبتك خلاص هنبدا نشك ان دي بي بي اي دي او اللي هي التيوب اوفريان ابسس. بيقول لك السونار برضو لوحديه مش ديفينيتيف لازم يكون معايا ايه كلينيكال. طيب المناظر بتاعتها كومبلكس مالتي لوكيليتد بولي ديفايند تمام هي مش سيست هي ابس تمام. الفلويد اللي جواه غالبا هيبقى فيه ايه ايكوز مش كلير السبتيشنز ثيك. الاوفري تيبيكالي ما شوفهاش هي خلاص انجلفت بالايه بالماس دي. طبعا البيشنت فيري تندر اندر بروب يعني دي انت حتى في ساينز بقول لك يعني ايه مجرد ما تحط تلاقي البيشنت ايه حاجه زي جامبنج كده بتاع الاكتوبيك تمام اوكي. الوول بتاعها مش فاسكولار بقى عادي هايبر فاسكولار. فايه اللي انا حاسس هنا ده كومبلكس ماس ال ديفايند مارجنز تمام. هتشك مثلا ان دي ايه دي مالينجنسي بس العيانه فيري تندر العيانه فيفرش تمام معاها شويه مثلا فلويد ولا حاجه في الكالدي ساك تربت وهنا الفلويد تربت مفيش نو فلو جواها لكن الفلو كله هيبقى ايه براه. يبقى دي تيوب اوفيريان ابسس بالاضافه ان انا مش عارف اشوف الاوفري عند السايد ده. نفس الكلام الريجولار شيبد ماس الفلويد كله تربت مفيش فاسكولاريتي جواها لكن في براها. الكلينيشن كتبت له تيوب اوفري لايكلي تيوب اوفري ابسس ادى انتي بيوتيك لاربع شهور ايه اللي حصل للسايز بتاعها قلت تمام. فالفولو اب برضو ايه ينفع معاك. نفس الكلام وان كان ده المنظر ده منظر ايه انكمبليت سيبتي منظر تيوب صح ولا لا بايو سالبكس تمام. ايه اللي موجود هايبر فاسكولاريتي للول لكن جواها ما فيش فاسكولاريتي. فالسونوجرافي فالسونوجرافي برافو عليك فالسونوجرافي مع الكلينيكال مع الكلينيكال الاندوميتريوم فيلد ويز بلاد دبرس تمام او دبري التيوب اوفرين اس فيلد ويز بس تمام. عشان كده قلت لكم المنظر ده بتاع التيوب بايو سالبنجز لو بتشتكي هيماتو سالبنجز لو معايا اندوميتريوما ما هي اكوردنج بقى احنا بنحكم بايه بالاذر كريتيريا. لا انا ما بدورش على تيوب انا بدور على ادنكسا انا عايز ابص على الاوفري. الاوفري مش موجوده في الناحيه دي وموجود فيها الاستراكشر ده وفيري فيري تندر. يعني يمكن احنا رجعنا في اليوترس واحنا مش عارفين لسه رجعنا. لا لا مش مش يوترس مش يوترس هي ممكن تتغلط في اندوميتريوما ماشي بس بقول لك الكلينيكال مع السونوجرافي. يقول لك السونوجرافي الون مش هشخصها تمام. دي السايد بتاع الادنكسا مفيش اوفري على الناحيه دي ماركلي تندر في الناحيه دي وهايبر فاسكولاريتي. واحنا كدكاتره الاشعه كمان بنبص على الاومنتم اللي حواليها الفات اللي حواليها مع الانفلاماتري كونديشن هنلاقي الفات ده ابيض قوي ايكوجينيك ايديميتس فات تمام. نفس الكلام ادي اليوترس وفي هنا ايه
ماس كده غريبه الشكل تمام مع وجود الكلينيكال تيوب اوفيريان ارسينا. بيقول لك يعني فيري ثيك سيبتيشنز. دول كده الثلاث كتب يا جماعه اللي هم المشهورين الواحد بيحب يقرا منهم اللي هو الاطلس والاتراسون اوبستيتيك جينيكولوجي اند روماك. ده روماك ده لو دكاتره الاشعه تمام، ده للسونوجرافي كلها.